اديني عقلك. لحد دلوقتي الناس فاكره الكاميرا الخفيه والمقالب اللي حضرتك كنت بتعملها وبتشارك فيها، مش ناوي ترجعها تاني؟ والله احنا عايزين، بس عايزين منتج بقى معاه فلوس كتير وبقلب جامد يعني، ان شاء الله. دي كانت بتبقى لطيفه والناس كانت بتستناها حقيقه، كانت حاجه مبهجه على الناس جدا. اي حاجه بتتعمل بيبقى لها وقتها، وبعدين بيجوا بقى بعدين اجيال، في اجيال بتسلم اجيال يعني. احنا لا والله انا قبليها كان الاستاذ ابراهيم نصر، وقبليها كان وقبليها كان وقبليها كان، بس كلها اجيال يعني. يا ريت دايما نعمل اعمال مفرحه للناس وتبقى سعيده للناس.